أما أمد التوبة بالنسبة لكل الناس فهو ما لم تطلع الشمس من مغربها، كما جاء ذلك وثبت في الأحاديث الصحيحة، بل جاءت الإشارة إليه في القرآن في آخر سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا ينفع الكافر إيمانه إذا طلعت الشمس من الغرب، ولا ينفع العاصي توبته كذلك. وهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول فإذا طلعت ورآها الناس، يعني طلعت الشمس من المغرب وهي من علامات الساعة الكبرى، فإذا طلعت ورآها الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم وعلى سائر المشاهدين والمتابعين بالتوبة النصوح قبل الموت، وأن يقبل منا هذه التوبة حتى نلقى الله تعالى تائبين منيبين إليه. آمين يا رب العالمين.